يا الله، سلام عليك. محاضرة الحاسوب للجروب الرابع، الساعة 9:30 الصبح. إلى السعادة ننطلق. باوربوينت عملي، الله يستر. تم 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 تم. طبعا مش هذا برنامج يعلقي. شوف، هاي نصيحة مال محترف، ها، قبل لا تطبون كون هاي حمراء الخاطر جتكم، ما بينحل تفجير النانات. شو كل شي ماكو؟ أها، روي الحمزون الكاتمي، نسيت. وياك دكتور، بس يعني مشكلة انه اغلب الطلاب يفتحون الفري كونفرنس مالتهم على الموبايل او على التاب مو على الحاسوب. ايه يعني كلهم ما حد عنده حاسبة؟ معقولة انا عندي ما حاسبة حد بس ما يفتحها؟ ادري والله اشغلها. بالنسبة لي على التاب مو على الموبايل. ايه هسه انا بس جماعة الحاسوب، يعني 2010 قديم، ليش ابراهيم قديم؟ شنو نشوف يعني ما ماشي تريدون عندكم هاي عملي النسخة. مثل حق؟ وهذا هم انا حفظت اكبر يحتاج رجعت. عندك برزنتيشن. شلون راح تحضر البرزنتيشن مالتك؟ شلون راح يسوي بالعرض اوكي، تقديمي غير شوي يصير عندك ممارسة؟ دي 2016 تقدم عليكم 4 سنين. لازم يصير ايه عندك وقت يعني كل شيء يتخصص له وقت. هذه من ضمن ال البي بي دي بي راح تدرسون هسه، تطوير المهارات الشخصية من ضمنها لازم تنظيم الوقت. الكل شيء تخليه له وقت، يعني مو بس تقرأ الامتحان وتهمل بقية الأمور. يعني بقية الأمور هم تحتاجها أنت. ليش ما مستخدمة المنظمات علما الخليقة؟ غير تمارسون، غير عندكم ممارسة، غير يصير عندكم مؤثر، تحتاجون تقارير، تحتاجون خطوط تقسيمية، بدأت أفهم والله. عندكم ممارسة عملية. الحاسوب هذا شامر جهازه بالغسالة. مهارات تواصلية، يعني اللي ما يمارس عليها ما ممكن يتعلم. لازم يصير عندك ممارسة، لازم يصير عندكم ممارسة بشكل عام على الويندوز، وعلى شلون تنقل ملف، شلون تسوي عرض تقديمي. هاي الأمور كلها لازم تمارسوها، شغلات بسيطة يعني، ما يعني مو ذيك الصعوبة اللي بيها، كلها سهلة. والله اللي ما عنده حاسبة يعني شو لكم، ما أعرف. هي مشكلة. زين ادري شلون تمتحنوا، كله على الايبادات والايفونات؟ زين الايباد ما بامكانية اسوي برزنتيشن؟ الايباد اللي مستخدمين الايباد شلون تسوون؟ ما بامكانية تسوون يعني اذا طلبوا من عندكم في العاب تقريبا شلون تسوون؟ الايباد الايفون ما يصير، بس بالحاسوب؟ تصير بالايباد؟ ماكو مشكلة، المهم فد عرض تقديمي بفلوس نريد نسوي. بفلوس شلون؟ من يعرف يسوي لنا عرض تقديمي بالايباد بالايفون؟ منو؟ ابراهيم؟ يلا
طبعا لبسني اللبس الملتهب، خلينا نمسحه. تعرفون تسوون بالايباد؟ هو مو ما يشتغل، يعني يشتغل بس عادة بالايباد والايفون او جماعة الابل، النسخ اللي موجودة يعني تسوي مشاكل. اي يعني ان شاء الله من نعطيكم الايميلات الرسمية راح تنزلون نسخة اوفيس، نسخة احترافية يعني نسخة ما بيها مشاكل، يعني ان شاء الله عن طريق الايميلات الجامعية بدون تنزلون النسخة اللي تخدمكم بالايباد والايفون يعني بالموبايلات. فان شاء الله ماكو مشكلة، يعني بس انتظرونا هاليومين هاي احتمال هالايام. اي ان شاء الله راح نعطيكم الحسابات. اوكي راح اتشي اعطيكم فد اوفر فيو سريع على الباور بوينت، وانتم بعد كل ما بس ضروري جدا يعني تسوون فد ممارسة عملية. اوكي شوف عيني خلي اول شيء شلون اشغل باوربوينت اعتيادي، اروح على ال شوف وين موجود بالبروجرام الباوربوينت ادور عليه، هذا مثلا هسه باوربوينت عندي موجود هنا اللي هو 2016، ابدي اشغله. عندما تظهر الواجهة الرئيسية طبعا البرامج الحديثة اللي هي 2007 أو فيرجنات الحديثة، أول ما تفتح البرنامج ينطيك فد تيمبلتات نسميه إحنا، يعني قوالب جاهزة، فممكن أن تختار قالب فارغ وأنت ترتبه، وممكن تختار فد قالب جاهز مرتب لك اياه بثيم بكلر بباك جراوند، وانت على اساسه ترتب الشيء او تدخل الاشياء الجديده. يعني فور اكزامبل من اخترت ثاني هذا التمبلت اللي هو اسمه اورجانيك، من اختاره طبعا يعني هذا شنو، اكو شيء خاص بالبرزنتيشن، اكو شيء خاص بالثيم، اكو الادوكيشن خاصه بالتعليم، يعني مجموعه من الثيمات اللي ممكن تختار انت في شيء جاهز، اكو شيء خاص بالبزنس، اكو دايجرام، فممكن تختار في شيء جاهز وممكن انت تختار بلانك وترتب او تدخل معلوماتك اللي تحتاج تسوي لها برزنتيشن داخل هذا السلايد. شوف هسه هنا اختار لي خلفيه معينه، هذه الخلفيه، واختار لي اللاي اوت اللي هي بيها التايتل والسب تايتل، بمجرد ان اضغط على اي وحده من عندهم راح ابدي ادخل التايتل او السب تايتل، او اختار يعني هذا انا اختاريت تمبلت، او اختار لا بلانك واني ابدي ادخل الانفورميشن اللي اريدها. فحسب
حتى افتح نيو مثل ما قلنا، يا اما اروح على الفايل، قائمه الفايل اللي هي الباك ستيج تطلع لي قائمه وانطي نيو، او عن طريق المختصر اللي هو كنترول زائد حرف الان اللي هي هذه حرف الان، يفتح لي، شوف هنا فتح لي نيو بس ورقه بيضاء لا باك جراوند ولا ثيم ولا كل شيء، وهي ايضا البيبر اللي هي بيها التايتل والسبتايتل. فهذا انت مخير بيه كيوزر او كبرزنتر، يعني اللي راح يبدي يعرض البرزنتيشن هو مخير بترتيب البرزنتيشن مالته. فعندنا فور اكزامبل راح ابدي اكتب مثلا جامعة او University of Kufa، او خلينا نقول جامعة الكوفة، وهنا كلية الطب. هذه مثلا شوف اي شيء اختاره من أأشر على الكتابة، هذه اظللها تظليل، يعني هذا الفورماتنج اللي انت تقدر ترتبه، اقدر يعني اغير نوع الخط. هذه هنا الاشياء اللي اخذناها اللي هو التايتل بار، شو هنا برزنتيشن اسمه، احنا قلنا باي ديفولت اول شيء ذا بلانك يصير برزنتيشن 1، وهنا اسم البرنامج اللي هو مايكروسوفت باوربوينت او باوربوينت 2016. هذه المنيو اللي نقدر المينيمايز والماكسمايز والكلوز، وهذا الاكسس او كويك اكسس تول بار، الشريط اللي من خلاله او به بعض الامور السريعه، يعني هذا يشوف الاندو والريدو، وشوف كل يعني الشيء يعني الحلو بالبرمجة الحديثة انه كل شيء من تخلي الماوس عليه ينطيك، يعني ينطيك عن اسمها، شو هاي ريبيت، وايضا نخلي لك مختصر اللي هي كنترول واي، من تجي هنا تشوف كنترول واي اللي هو الشورت كت كي اللي هو باي كيبورد، كنترول واي وهذه كنترول واي او كنترول في كنترول زد، هذه التراجع وهذا الريبيت وهذا السيف اللي هو كنترول اس المختصر مالته، ويعطيك يعني هم يعني ينطيك الاسم الايقونه، وبنفس الوقت ينطيك الشورت كت كي او الكيبورد شورت كت اللي خاص بها اللي ممكن ان تستخدمه عن طريق الكيبورد. هذه الفايل منيو اللي او المنيو او التاب الرئيسيه اللي قلنا باي ديفولت تظهر في يعني عند ما تشغل الباوربوينت او اي برنامج، هذا المنيو اللي هي عباره عن الفايل والهوم والانسيرت. لاحظ الهوم تظهر بها جروبات وايقونات، الانسيرت من اضغط على الانسيرت سويتها اكتف، الانسيرت يظهر لك الاشياء اللي ممكن ان تسوي لها انسيرت داخل السلايد مالتك، الديزاين اللي ممكن ان تختار في الديزاين، شوف هنا الاشياء الحديثه اللي هي مثلا يعطيك بريفيو بشكل مباشر، يعني مو شرط الا اضغط عليه واطبقه، انا ما طبقته، بس مجرد ان اخلي المؤشر على الثيم راح تتغير لي او يعطيني فد يعني فيو للثيم اللي راح اطبقه اذا بدك اسوي له ابلاي على السلايد. هنا قلنا الترانزيشن والانيميشن، الترانزيشن عفوا الترانزيشن اللي هي والانيميشن اللي هنا ما موجودات بالمايكروسوفت وورد، والسلايد شو اللي هي خاصه بالشو او الفيو او البرزنتيشن بشكل عام، وممكن اكو مجموعه خيارات. فهي الثلاث الايقونات ما موجوده بالوورد، وهذا الفرق بينه وبين مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت وورد متخصص بالدوكيومنت، بينما هذا متخصص ببرزنتيشن، فهاي الاشياء اللي هي سبيشال تاسك اللي هي خاصه بالباوربوينت، بالاضافه الى يعني الاشياء اللي خاصه بالريفيو اللي خاصه بالسبيلنج والفيو اللي هي طرق العرض الخاصه ب
البرزنتيشن، فهذني المنيوتات وهذني الجروبات والايقونات وهنا السلايد شو، وهذا الستيتس بار، وايضا اكو اشياء خاصه بالفيو، والفيو هذا ممكن العرض هنا طريقه الفيو مالته ممكن اسوي له زوم اكبره بحسب ما تحتاج العين، ممكن اصغره ممكن حسب اليوزر اللي ممكن انشوف. فهاي اوفر فيو للسكرين او الايديتنج سكرين الخاصه بالباوربوينت. فاللاي اوت اللي يعني اللي اختارته انا هسه بلانك، انا ما ادري كل شيء واضح مو الصوت الشير شباب واضح كل شيء مو واضح شباب دكتور اوكي واضح يلا تمام. فهسه هنا على سبيل المثال دخلت تايتل اللي هو جامعة الكوفة والسب تايتل اللي هو كلية الطب. شوف من اختاريت هذا التايتل صارت عندي ايكون اضافية او تاب اضافي خاص بالفورمات. هذه الفورمات يعني هذه الاشياء اللي ظهرت عندي مخصصة لهذه الكلمة، يعني اي اجراء اسويه. شوف هنا مثلا من اختار اتغير، من اختار هذا السهم راح يتغير. هذه الاجراءات كلها اللي اقدر اسويها على التكست اللي سويت له سلكشن. فالشيب ممكن اغيره يعني، وكل الاشياء اللي هي الخاصه بالفورماتنج خاصه بالتكست او التايتل اللي اني اختاريت. شوف هنا ممكن تغير نوع الكتابه، شكل الكتابه، كل هذه الامور اللي تقدر تغير عليها، بس انا اختاريت هنا اللي هو التايتل. فهذه اللي ظهرت نسميها contextual tab، يعني هذه سويناها او بعد ما سوينا selection لهذه الكلمة ظهرت هذه التاب اللي هي selection tab. من اختار يعني اسوي selection لهذه الكلمة واضغط كليك يمين تظهر لي منيو، قلنا عليها هذه contextual منيو او ميني كونتكستشوال، يعني ميني ميني او منيو اللي هي قائمة تظهر ايضا بها مجموعة من الاوبشن او من الكوماند اللي ممكن ان فور اكزامبل تغير الفونت، يعني قد اجراءات معينة على الفونت هذا. فهذه كلها يعني ادوات تحكم بال لكل الاشياء اللي ممكن تشوف انها تقدر تغير، يعني تحكم كامل، يعني شنو اللي تبي تسوي. مثلا تبي تخليها بهالشكل هذا تقدر تنقلها الى اليمين او اليسار تختار، يعني يعني اشياء تقدر تحكم بها وحسب الفيو اللي يختاره البرزنتر. ايضا تقدر تحرك بيها او تقدر ترجعها حسب، او بشكل مباشر تقدر ترجعها هنا عن طريق ال، واكو مور اوبشن تقدر يعني تغير اذا تبي تصبر الظهر نيها تنقلها مكان. فهاي كلها ادوات التحكم هاي انت يعني من خلال الممارسة ومن خلال الألوان تقدر تظهر فيها، يعني هذه كل الأمور اللي تقدر تغيرها على التكست اللي دخل. ممكن أسوي تراجع عن أي خطوة أديتها، الريبيت راح يرجعك باعتبار أنك هنا هواي خطوات راح يرجعك لي تراجع تقدم الأشياء اللي سويتها كلها. ف
فهذه اللي يعني الأشياء اللي الآيفونات اللي يعني تقدر تتحكم بيها. طبعا كل هذا اسويه على التايتل هنا. طبعا انت اي شيء تبي تسويه تسويه على اللي شو من تخت يعني الاشياء اللي فيه تسويها حسب السلكشن اللي تختار. يعني انا اختارت التايتل، الاشياء اللي بدي اسويها كلها على اساس التايتل. من اختار السب تايتل ايضا هذه الاشياء راح اسويها على الاشياء اللي اختارها، شنو الفورماتنج اللي اريده راح انفذه على السب تايتل. هذه هسه شنو احنا هنا اللي اوت اللي اختاريناها اللي هي تايتل سب تايتل. اقدر اغير اللاي اوت عن طريق اللاي اوت هذه، اقدر اختار لاي اوت ثانيه اللي هي شنو راح اسوي تشينج اللاي اوت مالتي، اللي هو اللاي اوت الثاني اللي هي عباره عن تايتل اند شنو هنا محتوى يعني كونتينت. يعني مثلا هنا بالتايتل اكتب مثلا كليه الطب، بالورقة مالتي احتاج او بالسلايد مالتي احتاج مثلا فد كيرف او دايجرام او بيكتشر، شنو الاشياء الموجودة هنا، تيبل او شارت او جرافيك مثلا فد شكل يعني توضيحي فد معلومات معينة، او مثلا هنا اكتب المرحلة الاولى، هنا المرحلة الثانية، هنا المرحلة الثالثة، فشكل توضيحي. شوف يعني هنا أقدر أشرح دي، أقدر أغير، أقدر. فالقصد أنه تقدر أنت من خلال التايتل زائد كونتنت. هنا مثلا اونلاين بيكتشر اقدر اجيب صوره، يعني تخلي في التايتل معين وتدخل في الكونتنت معينه داخل ال تقدر تدخل في صوره معينه، ابحث عن صوره مثلا اجيب لك مجموعة صور، مثلا هذه الصورة ادخلها هذه عن طريق النت، وتقدر عن طريق اذا كان عندك محفوظة داخل الحاسوب. ايضا ظهرت عندك شوف هنا كونتكست وول تاب للفورمات، وتقدر تتحكم بهذه الصورة، صغرها كبرها خليها بأي مكان وين يعجبني اخليها. بنفس الوقت اقدر اغير بالاشكال مالتها، شوف حسب الفورماتنج اللي اريدها. مثلا هذا الشكل اختاره واخليه هنا، كليك يمين يظهر لي أدوات منيو، أقدر أسوي لها كروب أو كروب سوري، اللي هو أقدر أصغرها أخلي بس الوجه مثلا، يعني حسب ال الامور اللي يختارها البرزنتيشن اللي يعني يرتبه بالسلايد مالته.
هذا ما يخص الفورماتنج وتغيير اللاي اوت. اي لاي اوت ممكن اغيرها الى بيكتشر زائد او تو كونتين تو بيكتشر، يعني حسب الاشياء اللي احاول ان ادخلها ب السلايد مالتي. طبعا بعد ما تدخل التكست مالتك، بعد ما تدخل كلها ترتبها. بالنسبة للخلفية اقدر اختار في الديزاين معين، شنو الديزاين اللي كذا، مثلا هذا الديزاين فور اكزامبل، وراح يبدي يعني يغير لي كل السلايدات اذا كان اكو عندي اكثر من سلايد. حتى اضيف سلايد جديد يا اما كنترول ام جاب لي نفس السلايد، او عن طريق الانسيرت او اد نيو سلايد. هذا جاب لي سلايد ثانيه، اقدر اختار قد تشارت معين اي نوع. طبعا يحتاج جدول دخل بيه معلومات، راح يفتح لك جدول. خلينا نقول اوكي ماكو مشكله، نفس الشكل هذا. فصار عندي هسه تو سلايد، هذا السلايد الاول هذا السلايد الثاني. هسه حتى اسوي انتقال، او قبل الانتقال هسه اذا اسوي فيو او سلايد شو، شلون اسوي سلايد شو؟ يلا من يقول لي شلون اسوي سلايد شو؟ هسه انا عندي تو سلايد، سلايد ب تايتل وصوره، والسلايد الثاني ب على يعني مجرد دايجرام. شلون اسوي هسه سلايد شو؟ يلا اريد ابدي اعرض للاودينس. هاي من يقدر يقول لي؟ هاي جود فاطمه، جود احكي لي اياها فاطمه. يلا قولي لي شلون فاطمه محمد حسين هادي. نعم دكتور، نضغط F5 نسوي السلايد الاولى. يعني هسه كم طريقه؟ بس الاف 5؟ لا اكو علامه هم موجوده احنا اذا نقدر نسوي بها السلايد. وين موجود علامه؟ اللي هي علامه الجلاس مو؟ ايه. هسه من اضغط هذه او اضغط الاف 5 راح يبدي يسوي السلايد شو. لاحظ هسه هذا الفيو، شو نسميه هذا الفيو؟ هذا الفيو شو نسميه؟ هذا العرض، نوع العرض هذا شو نسميه؟ اللي هو سلايد شو، اللي هو الفول سكرين. شوف هنا ضغطت الماوس انتقل على منو؟ الصفحة الثانية. اضغط F5 ايضا سوى السلايد شو، ايضا بالماوس او بالكيبورد ينقلني للمرحلة للسلايد الثاني. لاحظ عملية الانتقال من سلايد الى سلايد، يعني من اسوي شوف الاف 5 ماكو اي حركة، رأسا انتقل الى السلايد الثاني. How can I make transition from slide 1 to slide 2؟ شلون اقدر اسوي هسه حركة، اريد فد حركة معينة للانتقال من السلايد الاول للسلايد الثاني. يلا شباب وينكم؟ سامر يلا سامر، ياسين يلا ياسين، اوكي افتح المايك ياسين. دكتور من الترانزيشن اي بس اشرح لي الباث هسه شلون اروح، يعني وين اروح الترانزيشن؟ اروح الترانزيشن. نعم دكتور، هاي ترانزيشن ونختار الانتقال اللي نريده. فيري جود. شو هسه انا طلعت لك مجموعه من الحركات، لاحظ يسوي لك هسه الحركة اللي موجودة أو موجودات، وإذا نون يعني بدون حركة. لاحظ البريفيو هسه موقف نون أكتيف، من اختاريت الكف شوف البريفيو ظهرت. أوكي يعني أقدر أسوي بريفيو كف، يعني هاي حركة سريعة. الفيد شوف الحركة
ممكن يسوي لك بريفيو بشكل مباشر، وممكن اسوي بريفيو ايضا حتى اذا اريد اشوف. هذه الان الحركات اللي هي الموجوده، وبنفس الوقت اكو حركات كثيره اللي هي موجوده ايضا، تقدر تختار اي حركه. خلينا نختار هذه. اوكي، فهذه بالنسبه للسلايد. يعني هسه من اسوي F5 لاحظ الحركه الاولى، الثانية ما صار فيها حركة. ليش؟ لأنه أنا الحركة سويتها على اليمين على السلايد الأول. بس هذه الحركة من أرجع، وأنا اختاريت هذه الحركة على السلايد الأول وأنطي apply to all، إيش راح يصير؟ المفروض يتنفذ على الحركتين أو على السلايدين أو على كل السلايدات الموجودة. على كل إيش عندك سلايدات هنا موجودة راح ينفذها او ينفذ هذه الحركه عليها. فهذه الحركات اللي تختارها اللي هي ترانزيشن اللي خاصه بالسلايد. اذا اخلي في التايم معين او ديوريشن، يعني من ينتقل من سلايد الى سلايد، راح اختار هنا اقدر اخلي في التايم معين، دقيقتين، 3 دقائق، 4 دقائق، حسب الدقيقه واحده. او شوف انت قد يعني تحتاج وقت حتى تكمل السلايد الاول. ممكن اخلي ساوند، هذه انواع الساوندات، الاصوات الموجوده. فقصدي انه هذه الامور طبعا ممكن تخليها يعني عن طريق الماوس، ممكن تخليها افتر وقت معين، يعني تنتقل من استاد لاستاد مثلا ورا دقيقه، او الديوريشن يبقى يتاخر فتره دقيقه، يعني تبقى السلايد معروض لمده دقيقه وينتقل ينتقل الاستاد الاخرى. وممكن الانتقال تخليه عن طريق الماوس او بدون الماوس، تنطي وقت. فقصدي هذه كلها فد يعني كنترول ايكون، يعني الاكشنات هاي كلها انت تسيطر عليها عن طريق هذه كل الايكونات الموجوده عندك هنا لكل فقره. يعني من اضغط على الهوم، هذه كل الامور الخاصه بالاشياء الهوم. يعني مثلا من اقول لك انا حتى اخلي وقت للسلايد، او من انتقال من سلايد الى اخر من اي فقره، لازم تقول لي عن طريق الترانزيشن، وعن طريق مثلا الديوريشن، او مثلا عن طريق الادفانس سلايد اختار مثلا افتر 3 مينيت او 2 مينيت او 2 سكند، بالثواني او فاقدر اتحكم بهذه الامور عن طريق هذه الايقونات. هذا فيما يخص السلايد. فيما يخص الاوبجكت، يعني هذه الصوره اريد اخليها تتحرك، فايش اختار؟ لازم اول شيء اسوي سلكشن، يعني ثاني منها ومن اختار من يسوي امر، من يقول لي نعم ثاني ممكن يلا منو هسه يقول لي شلون اسوي يعني فد انيميشن او ترانزيشن او فد موفينج للصوره هذه الموجوده. يلا شباب وينكم؟ يلا يا فراس. نعم السلام عليكم. سلام دكتور. من الانيميشن انيميشن يعني انسان اختارت انيميشن. اي نعم. ما يشتغل من هنا لوش؟ ما اختار اي شيء؟ ما لازم تحدد الاوبجكت او ال فيري جود فيري جود. لازم احدد اول شيء الاوبجكت بالضبط. يعني مثلا كلية الطب هذه بدي اسوي لها حركة،
نعم. وهناك شغلة، يعني كلية الطب واحد هي صار فيها حركة، ومن أختار الصورة هذه أختار حركة معينة، شوف صارت بهذا الشكل. هسه من صار نعم. هنا رقم واحد وهنا رقم اثنين، يعني أول شيء من تظهر السلايد هذا من يبدي يعرض راح يبدي رقم واحد يعرض لكلية الطب، وبعدين يجيب لي رقم اثنين الصورة. هسه نشوفها، لاحظ أخذ الصورة، كليك جاب لي كلية الطب، كليك جاب لي الصورة، وهكذا انتقل للسلايد الثاني، وهكذا بقية السلايدات. أي شيء يعني ترتبه حسب الأسبقية، من اللي تنطي الحركة الأولى راح يبي ينفذها. إيش قد عندي أوبجكت موجودة بالسلايد راح يبدي يرتب. وهذه سلايد شو اللي هي طرق العرض، اللي هو قلنا فروم بيجنينج، يعني سألني هنا بالسلايد الثاني من اقول له فروم سلايد، يعني كرنت سلايد اصلا عرض للسلايد الثاني، او فروم بيجنينج يعني على الصفحه الاولى او السلايد الاولى، ويبدي يعرض لي السلايد. هسه اذا اريد اعرض من السلايد الثاني بس عن طريق الكيبورد، كيف؟ هسه احنا هنا اكو ايقونات عن طريق السلايد شو بالفيو، اكو فروم بيجنينج واكو فروم كرنت سلايد. فهنا اذا اردت اعرض عن من الصفحه الثانيه، او خلي اقول خلي استنسخ هذه الصفحه، او خلي اضيف سلايدات أربعة، أريد أبدي أعرض من الأربعة مباشرة، أسوي الشو مالتي من الأربعة بس عن طريق الكيبورد. يعني هسه من أضغط F5 شوف جابني من البداية، وأبدي أعرض سلايد سلايد إلى أن أوصل للسلايد اللي أريده. هسه إذا أريد أبدي أعرض من سلايد رقم 5 بشكل مباشر دايركتلي هاو باي كيبورد، احد يعرف؟ شفتوا F5، جود جود حسن، جود هو جاوب بعد. فهنا مباشرة اضغط على الشفت و F5، لاحظ هنا شوف حتى نتخلي المؤشر على الفروم سلايد يظهر لك هنا، شوف شفت و F5 بفروم بيجنينج اللي هي فقط F5، او هذه الاداه اللي هي عن طريق الجلاس، او في الجلاس شبه الجلاس يسوي لك سلايد شو. هاي تقريبا يعني بعض الامور اللي المهمه، خلينا نقول بالباوربوينت وفقره شنو بعد، اكو فقرة النوت هذه اللي ممكن ان نضيف ملاحظات، هذه اي ملاحظات تكتبها، هذه الملاحظات طبعا ما تظهر اثناء العرض، يعني اسوي عرض هسه تلاحظون ملاحظات موجودة، ماكو اي ملاحظات، هاي الملاحظات تظهر فقط للبريزنتر، يعني بس البرزنتر يشوف هذه الملاحظات. الملاحظات هنا يعني تفرض ان هذا مكان مخصص للنوت اللي خاصه بالبرزنتر. يعني هذه تقريبا اهم الاشياء اللي نقول المهمة بالنسبة للباوربوينت. تبقى يعني يكون تسوون في الممارسة انتو، يعني تسوون في البرزنتيشن عرض التقديم، لانه راح يعني تحتاجوه في كثير من الامور، بالمحاضرات، بالسمول جروب، الاشياء اللي تحتاجوها، عملي بالنظري،
فضروري شوي يصير أكثر ممارسة عليها حتى يصير أكثر برزنتيشن مرتب. كل ما يكون مرتب كل ما تكون درجاتكم أفضل. من عنده سؤال استفسار يعني إذا أكون أني يعني هو عادي باللغة العربية أسامة، بس أنت الإنجليزي يكون أفضل إليك. يعني كل ما يكون بالإنجليزي كل ما أفضل. يعني أولا العربي الترجمة ما ترجمة حرفية، يعني مو شرط إنه نفس الأيقونة تصير ترجمتها بشكل صحيح. الشيء الثاني أنت تستفاد من اللغة الإنجليزية، يعني اللغة الإنجليزية أنا أشوفها أفضل، وأنت براحتك عادي عربي إنجليزي ما في إشكال. ليش ما تصير عندك الشيفت والاف 5؟ يعني اشر على السلايد اول مره، خاف ما ناشر، ادخل داخل ال اي سلايد يعني بس اشر عليه، واللي انت وين تريد. مثلا انت بسلايد رقم 10 ادخل الداخله واضغط شيفت واف 5. اي اضغط، ابقى ضاغط هذا الشيفت يعني سويا توجذر، توجذر الشيفت والاب 5 توجذر اضغطهم حتى تبدي تظهر عندك. شباب عندكم سؤال بعد؟ يلا اذا ما عندكم سؤال حتى ننهي المحاضرة. مجرد شيء يعني بعد عندنا تقريبا يعني احتمال 3 محاضرات او 4، بس احتمال ما نلحق ناخذ بس محاضرتين احتمال. يعني خلينا نشوف معنا الاسبوع الاخر ان شاء الله. ايش بيه التكست بوكس؟ عاد تقدر تدخل تكست بوكس على الانسيرت. هذه التكست بوكس، عين وين التكست بوكس؟ اول شيء منين احنا حتنضيف تكست بوكس ثانوس؟ بس اني في اي مكان هذا اللي بيها حركة. خلينا نختار بلانك لاي اوت، نختار وحدة بلانك، هذه بلانك، هذا بلانك. التكست بوكس من ندخل الانسيرت؟ شوف انسيرت شنو، تقدر تدخل فوتو، تقدر تدخل بيكتشر، تقدر تدخل تيبل، تقدر تدخل سكرين شوت، شيبس، اشكال، سمارت شارت، كل هاي الاشياء تقدر تدخلها. فمن ضمنها اكو الوورد ارت. هذه الوورد ارت يعني خط فني نسميه، او تكست فني ومخطوط بشكل مرتب يعني. وتقدر عن طريق الانسيرت، عن طريق الانسيرت اروح على التكست بوكس. هذا التكست بوكس، هذا التكست بوكس أشره. لاحظ الماوس شو بتغير شكله، لاحظ. فهنا شنو، شو اسوي اني اضغط وارسم مربع، وانا بخليه فتح لي التكست بوكس. هسه المؤشر صاير الى جهة اليسار، يعني راح اكتب انجليزي. اغير الى جهة اليمين شو تحول؟ عربي. وابدي اكتب مثلا، او احوله الى University of School. هذا شوف هنا انا بداخل التكست بوكس، اريد اخليه بالوسط هذه، يا اما اضغط Ctrl E او اروح على الالاينمنت. شوف الالاينمنت اللي هو ممكن اسوي له جاستيفاي اذا كان تكست، يعني خلي استنسخه او كنترول سي، بالنهايه كنترول في اكثر من وحده، كنترول اي خلي هنا كنترول في، كنترول اي، كنترول سي، كنترول في. شوف هسه هنا يعني
طلعت عن الورقة فلازم أرتبها. لازم أرتب لأنه صار حجمها أكثر عن طريق الديليت هذا أقدر يعني كنت رتبها الحجم أقدر أكبره أقدر أصغره. هذا كل استخدامات طبعا عن طريق الكيبورد، وبنفس الوقت تقدر تختار يعني عن طريق المؤشرات الموجودة، تقدر تغير اللون، تقدر تسويها بولد، الحجم تقدر تكبره تقدر تصغره، نوع الخط اختار أي نوع، أوفر البولد حتى تصير واضحة. هذه إذا تسوي لها هسه هذا كله اللي هو داخل التكست بوكس. إذا تسوي له حركة معينة أختاره وأختار الأنيميشن وأختار الحركة اللي أريدها. وهذه أختار الحركة اللي أريدها. يخ بتاخذه هسه راح اكمل انا معك. شباب بس اوكي شلون شنو محاضرات شنو ما قريتها؟ بس اوكي التكست بوكس سبيس على شنو هذه حتى توصل بالنص؟ لا 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 غلط السبيس هذه يا اسامه التكست هذا خلي اختار بس يونيفرسيتي اوف كوفا هذه السبيس خطا هذا كله خطا هذا ما انفذه بالهذا دائما اختار يا اما عن طريق الهوم اختار التوسيط منه او عن طريق الكيبورد يا كنترول اي او كنترول ار كنترول ال كنترول ال يعني ليفت كنترول يعني بالتالي يسار كنترول ار اليمين وكنترول اي اللي هو يجيب لك اياه توثيق فهذا يخليك اياه في الوسط اوكي ايش عندكم بعد شباب يتثبت ليش ما يتثبت عيني بس تبقى قلت لكم الايباد شوي يعني يحتاج لاشتراك او تحتاجون الى يعني نعطيكم الايميلات ان شاء الله وترتبوا نعم فراس ايش عندك لنا السلام عليكم دكتور عليكم السلام دكتور انا حسابي بالموديل عاد تجيني اشعارات يعني مال غير مراحل شلون اشعارات مال شنو؟ اشعارات يعني مال مثلا تقارير او امتحانات ما ادري مال المرحلة الثانية ولا الثالثة يعني قول لي على التطبيق انت عندك بيت على التطبيق؟ ايه على الموديل يعني يفوت على التقويم هم اكو هاي يعني مؤشر تاريخ 22 تاريخ لا لا قصدي على التطبيق اللي بالايباد تطبيق الموديل لا يعني لا بالموبايل بالموبايل اعرف بالموبايل على التطبيق مو اكو تطبيق واكو متصفح يعني من تفتح التطبيق الموديل تطبيق النزل اي التطبيق اللي هو يجيك اشعارات هو اكو تقدر تنزل الاشعارات من يمك بس خلينا نشوف شنو المشكله لانه اخاف انت عندك يعني مدخليك مرحله ثانيه او شيء خلينا تشيك الحساب مالتك وحتى نلغي هاي الاشعارات يعني المفروض ما تجيك ما عندك اي شيء انت ايه لان سأل الزملاء قالوا ما تجينا هيك اشعارات يعني اي 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 مخاف من دخلك على المرحلة الثانية اوكي حتى اشيك اليوم ان شاء الله ان شاء الله اوكي شكرا دكتور يلا حبيبي هلا مشكور
يلا الحين اذا ما عندكم شيء حتى ننهي المحاضرة، وان شاء الله الاسبوع القادم ناخذ محاضرة جديدة ان شاء الله. ما عندكم شيء بعد؟ يلا thank you so much and see you in the next lecture. Goodbye. باي جود باي المعوقة. إيه أنت العراق العظيم. يلا يلا شينا 50 دقيقة خوش محاضرة هاي كثرونا منهن والله. ما دسنا شو استفادينا؟ تسوى واحد يرفعها أهم ما تدري. يلا يا بي.